بدأ المسلمون يهاجرون خلسة وهم يتوقعون كل شيء، يخيفهم كل شيء، فطريق الهجرة محفوفة بالمخاطر، أولها فقد الوطن والخروج منه بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكم هو عسير على النفس أن تفارق الأوطان وتترك الأرض التي بدأت عليها الحبوى وتعلمت عليها المشي وترعرعت في أرجائها وحفظت طرقها وأسواقها وتآلفت مع أحجارها وصخورها وصارت بينها وبين الجبال مودة وذكرى، ولا يعرف مقدار ألم فقد الوطن والإخراج منه والتشرد في ديار نائيات وأرض غريبة سيسمى الوافد إليها لاجئا أو غريبا أو مشردا مهما طال به العمر. لا يعرف قدر الألم بذلك إلا من ذاق الإبعاد عن وطنه وتجرع كأس التشرد والضياع. ولو سألنا إخوانا لنا أجبروا على ترك الديار والأموال والأهل والأحباب ونأت بهم الأرض إلى غرباء وتلقفتهم الخيام تلفح وجوههم زمهرير الشتاء وسموم الصيف وتتلقفهم المنظمات الإغاثية التي تساومهم في دينهم وتتصدق عليهم، منهم من كان ذا عزة ومكانة ومال وأهل، لكن القدر يمضي بما شاء الله. لو سألناهم عن شعورهم لما أجابت منهم الألسن، لما أجابت منهم الألسن ولتولت الإجابة منهم زفرات الصدور والدموع في الأعين. فكم لله علينا من نعمة نتفيأ ظلالها في ضفاف بلاد عزيزة وعيش رغيد وأمن ووحدة واستقرار وألفة تجبى إلينا ثمرات كل شيء. فلا أذاقنا الله مرارة التشرد واللجوء إلى الملاجئ والحرم.